واليونان وقبرص. وطبور الحرب بدأت تدق، وبدأ ينزل يستكشف على الغاز الطبيعي في البحر المتوسط متحدي الدول الثلاث. والتنقيب تحت ايه؟ تحت حماية بعض القطع البحرية التركية. طيب، واحنا بنوجه له رسالة، وانا بوجه له رسالة كمواطن مصري، يوم ما تقرب على الحدود البحرية المصرية هيتقطع رقبتك. عندنا اصول في الجيش المصري، عندنا جيش مصري وطني مش عراة زي ما انت عديت الجيش التركي، لا، عندنا جيش مصري غير مسيس. اللي هيقرب من حدود البرية او البحرية هتتقطع ايده وهتتقطع رجله وهنقطع رقبته. والجيش المصري قادر يحمي ثروات المصرية سواء في الداخل او في الخارج او في حدود البرية او حدود البحرية. امريكا ما بتتحرك، تركيا ما بتتحركش لوحدها، لازم نشوف المشهد من بعيد. امريكا تركيا بتتحرك بناء على تعليمات امريكا. الايام الجايه دي هنحس ببعض المناوشات الاعلاميه، ببعض المناوشات العسكريه. السيد الرئيس طلع في اكثر من مؤتمر قال في 36 الف اخواني موجودين في حروب سوريا وليبيا واليمن والعراق. بقت في مشكله في الجماعه الارهابيه لان بعض شبابها قتل، بس بداوا يعتمدوا على المرتزقه اللي موجوده في بعض الدول الفقيره من خلال الدعم المالي. لكن 36 الف المقاتل اللي موجودين في سوريا وليبيا دول هيروحوا فين؟ احنا كل يوم شايفين الطيران المصري عمال يضرب 10 عربيات 15 عربيه في الحدود الغربيه مش ساكتين. لم تسمح اسرائيل وامريكا بدولة اقتصادية قوية ودولة عسكرية قوية على حدود اسرائيل، لن يسمحوا. عشان كده هتلاقي المؤامرات بتزيد، هتلاقي المناوشات تزيد. السيد الرئيس انا في اعتقادي معرفش يعني هل هو يعني كان بيدي امل للشعب لما اعلن هتشوف مصر تانية 2020؟ ما هو الكلمة دي بتبدا النهارده المخابرات الاجنبيه بتاخدها ويحصل عندها نوع من الذعر، بتزيد من مؤامراتها، مش عايزيننا نوصل للهدف بتاعنا. احنا عندنا رؤيه وعندنا هدف عايزين نوصل له، هم بيحطوا لنا العقبات في الطريق. فاردوغان هيبدا استفزاز مصر المرحله الجايه تحت حمايه امريكا وتحت غطاء اعلامي قطري ومالي قطري. لكن الجيش المصري له بالمرصاد ونشوف